الفيديو السابق تكلمنا عن حل التمرين 18. 18 قدم لنا يسموه في الأدب العربي النقد. مش معنى النقد كيف تحكم على الصحة أو الخطأ لكلام تسمعه، يعلمك النقد. قام أحد التلاميذ، 19 التلاميذ في الساحة يخرجوا عقب الامتحان، بعد يبقوا يتعافروا في الساحة. أنا لقيت 15 إكس، لا لقيت 16 إكس، لا. من الذي يفصل في الكلام؟ كيف تجيب بكل أريحية؟ كيف تبرهن أن كلاما ما خطأ بكل أريحية؟ لهذا قال، قام أحد التلاميذ بنشر الجدائي فبسطه وكتبه كما يلي: هل كلام صديقك صحيح؟ وش نروح نديرو هنايا؟ وش نروح نديرو؟ نروح نجربو الواحد، نحسب الواحد هنايا، نلقى 24، نحسب الواحد هنايا، نلقى 23، إذا تناقض. بما أن العبارة الأولى قيمتها من أجل الواحد لا تساوي العبارة الثانية من أجل قيمة تساوي واحد، فيكون هذا النشر صحيح، فيكون هذا النشر خطأ. إذا كان النشر هذا خطأ، فمن هو النشر الصحيح؟ فمن هو النشر والتبسيط الصحيح؟ قلناه في الجواب السابق. إذن وش نروح نديرو؟ 5x + 1 x + 3 وننشر 5x مربع 15 + 1 16 و3، ويكون هذا هو النشر الصحيح. هذا قلناه في الفيديو السابق. الفيديو هذا نحل التمرين 19 باستعمال هذه المساواة، ودون استعمال الآلة الحاسبة احسب هذا العدد بطريقة مماثلة، احسب هذا العدد وهذا العدد. كاينه فكرة قلناها في التمهيد في الفيديو الأول، من أهداف الرياضيات هو تعلم الحساب الذهني، ومن أهداف الرياضيات الحساب دون آلة حاسبة خصوصا في الأمثلة البسيطة. نشفلها واحد النهار في امتحان، تلميذ الزوج في الثلاثة جبد الآلة الحاسبة يحسب فيها، مع أن من كثرة إدمانه على استعمال الآلة الحاسبة أصبحت أبسط العمليات لا يقوم بها دماغه. مثلا تقول له مثلا 13 في 10، يجبد لك آلة حاسبة 13 في 10، ما يشتع على حاسبة 13 في 10 تساوي 130. إذا ضربنا عدد في 10 أضيف رقم صفر على أحده، هذه قاعدة. أي تخيل واحد ينسى هذه القاعدة لأنه أدمن استعمال الآلة الحاسبة، هذه كارثة. إذن هناك قواعد رياضية نستطيع الحساب بدون آلة حاسبة. كاين مهارات كثيرة حتى في الانترنت منتشرة، طرق كثيرة في الضرب. التمرين 19 أحد هذه الأمثلة. نقرأ التمرين باستعمال المساواة هذه، ودون استعمال الآلة الحاسبة أحسب هذا المقدار، هذا نفس هذا بدون آلة حاسبة. وش روح ندير؟ ندير طريقة FOEL. طريقة FOEL وش معناها؟ FOEL هذه الطريقة. وش عندي؟ عندي 210 في 81. 210 210 هي 2010 هي 2010. إذن 2010 في 81 وش قال لك بدون آلة حاسبة؟ 2010 في 81 2010 هي 2010. 81 هي 81. هذه الطريقة درناها في التمهيد. التمهيد هذا ملي كنا نحلو في 8-16، ها وراها هذه هي. ملي قلنا 12-13 شنو هي؟ هي الزوج والعشرة، والثلتاعش هي 3 و10. احسب هذه 12-13 بدون آلة حاسبة، واش تروح تدير؟ واش تروح تدير؟ 12 الزوج والعشرة، 13 3 و10،
الزوج في ثلاثة، العشرة في العشرة، ثلاثة في العشرة، العشرة في الزوج. احسب هذه قدها، 156. هاي ورا هاي تجي وحدها هاك، العشرين والثلاثين خمسة، والمئة والستة، 156. هذا الكلام وش يسموه؟ يسموه حساب 12 في 13 بدون آلة حاسبة. السؤال: هل أستطيع أن أختار أمثلة أخرى؟ الجواب: نعم. التمرين 19 اختار لك هو مثال: 2010 2010، 81 81، 8 في الزوج 16 وربع أصفار، 1 في 2000 نفسه، 8 في 10 8 في 10 800، 1 في 10 10. يلا نحسبوا، نديروها بالدراهم، هذه 160 ألف. إذا 2010 في 81 نفككها بهذه الطريقة في جدول. في الحقيقة في الابتدائي لو ترجع لكتب الابتدائي فعلتم هذه الطريقة يوما ما. إذا بهذا الشكل نحسب 160 ألف بالدراهم. تقدر تعرفها 160 ألف قداه؟ تقول 160 ألف، دير 100 ألف، 100 ألف و50 ألف، هاي عدت 150 ألف، ومن بعد دير 150 ألف، بعد دير 10 آلاف، 10 آلاف اللي هي 100 دينار، هاي 10 آلاف، هذه وش معناتها 160 ألف؟ إذا 160 ألف شوفها سي ورد، 160 ألف، و2000 شوفها سي ورد، و810، 2810 و160 ألف، هاي وراها 160 ألف ولا 2000؟ 162 ألف. إذا 162 ألف وثمانمائة وعشرة. المثال الآخر: بطريقة مماثلة أحسب 2010 في 93 و2010 في 76. 2010 في 93، 2010 90 3، 9 في الزوج 18 ربع أصفار، 3 في الزوج 6 و3 أصفار، و930، 930، 80 ألف و6 آلاف، 186 ألف و930، و930. المثال الآخر لم يكن مكرر تمارين الكتاب، علاه زينة؟ علاه تعجبنا تمارين الكتاب؟ لأنه ما يديروش الأمثلة مكررة. أنت كي تجي تشوف تقول باللي هذا راهم يعاودوا في الفكرة، ما مش يعاودوا في الفكرة، فكرة واحدة أخرى. هذه 6 آلاف قد تكون كبيرة، قد تكون 12 ألف، كتعود 12 ألف تأثر لك على العمل هنايا. إذا هنايا 76، 70 و6، و2010، هنا هي تجيب لك 140 ألف، وهنا تجيب لك 12 ألف، وهنا تجيب لك 760، 760، 12 ألف و140 ألف، 152 ألف، 152 ألف و760. تذكر النقود معناتها الصيغة النقدية. انتهى التمرين. المثال الأول، المثال الثاني، المثال الثالث. انتهى حل التمرين 19 صفحة 63.